بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان حرف الظاء مع السكون. إذن حرف الظاء مع السكون يقرأ أظ أظ. نعطي بعض الأمثلة. مظ ه رون مظ ه رون مظهرون. مظ لومون مظلومون مظلومون. عظمون عظ مون عظمون. أظفارون أظفارون أظفارون. إظهارون إظهارون إظهارون. مظ لا ما تون مظلمة تون مظ لا ما تون مظلمة تون. أعيد، حرف الظاء مع السكون أظ أظ. مظهرون مظهرون مظلومون مظلومون. عظم عظم. أظفار أظفار. إظهار إظهار. مظلمة مظلمة. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.